ساعات الممثل وده انه يشتغل ما ياله هسه بهالرمضان او بالموسم ماله. نعم. مثلا احنا عارفين كل سنه في موسم رمضان وفي قبل رمضان. مثلا يابني منتج فلاني قال لي ناصر انت عندك هذا الدور انا اقدمه، يجيني نفس السنه اللي بعدها يجيب لي نفس الموضوع بيدي هذا الشيء. فانت فانا اي ف